إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية المباركة دستور سماوي بديع وتشريع رباني عظيم، حيث جعل الأخوة في الدين هي الرابط الذي هو الأساس الذي ينبغي أن يسود بين الناس، كما جعل الأخوة في الدين هي الرابط الأقوى والأول بين المسلمين، وجعل الإيمان هو ما هو الذي يربط ويقوي هذه العلاقة وتلك الرابطة. فإذا كان الرابط هو الإيمان بين الإخوة في الإسلام، فهذا يعني أن الأخوة القوية، قوية الأواصر، هي التي تحكم المسلمين. وهذا يعني أيضاً أن الأخوة التي تقوم على القرابة والنسب تكون دائرتها ضيقة ومحصورة، تقوم على العصبية، وتعقد الولاء والبراء على زاوية ضيقة من الأرض أو اللسان أو اللون أو البلد. إذا كان الرابط هو الإيمان، فهذا يعني أن الأخوة الحقيقية هي التي تتجاوز الحدود واللون واللسان والمنطقة. إذا كان الرابط هو الإيمان، فهذا يعني أن الإيمان هو المحرك والدافع والقاسم المشترك بين المسلمين. إذا كان الرابط هو الإيمان، فهذا يعني
أن الشخص الذي يعيش في أبعد مكان من الأرض وهو يمتلك الإيمان هو أخ لك، وأن الأخ الذي أنجبته أمك القريب من غير إيمان ليس بأخ لك. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الأخوة التي تقوم على رابط الإيمان تبقى أواصرها وتقوى روابطها وتدوم ألفتها. رابطة الأخوة إذا قامت على الإيمان فهي رابطة طاهرة، خاصة إذا طهرت من الأنانية والأطماع الشخصية الضيقة. عباد الله، لم يحرص الإسلام على شيء كحرصه على تقوية رابطة الأخوة بين المسلمين، ولهذا كثيراً في كتاب الله تعالى ما تجد أن القرآن يتحدث، إذا تحدث عن الناس وعن العلاقات بين المسلمين يذكرها ويصفها بالأخوة، كهذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذكرت هذه الآية عقب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فذكرتنا بقضية الأخوة وأنها ينبغي ألا تنقطع مهما حصل من خلاف وربما اقتتال، ومثلها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظروا يا عباد الله كيف رغب الإسلام في العفو عن القاتل مراعاة لجانب الأخوة في الإسلام. فمن عفي له من أخيه، مع أنه قتل، مراعاة لحق الأخوة في الإسلام. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظروا كيف رغب في المحافظة على الأخوة وإبقائها بعيدة عما يكدر صفوها ويخدش جمالها كالظن، كسوء الظن والتجسس والغيبة التي شبهها بأكل لحم الأخ المسلم وهو ميت. لما كانت الأخوة في الإسلام من أهم ما يميز المجتمع المسلم، كان من أوائل ما بناه عليه الصلاة والسلام عند مجيئه إلى المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار فأصبحوا إخوة أكثر من أخوة النسب والقرابة والقبيلة. إن الأخوة في الإسلام يا عباد الله ليست كلمة تقال باللسان،
ولا هي شعارات تكتب على الجدران، إنها أدلة وتطبيق عملي وحقوق وواجبات. ما دام أن الذي يربطك بين به هو الإسلام فهو أخ لك، له حق عليك ولك حق عليه، والحقوق للأخ المسلم كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية عند الإمام مسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: حق المسلم على المسلم شيء واجب، هذا شيء ليس فضلاً منك أن تؤديه إلى المسلم، إنما هو واجب عليك وواجب عليه. ومن حقوق المسلمين على بعضهم، من حق المسلم على أخيه أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من الشر والضير، وهذه ميزة لا توجد إلا في دين الإسلام. جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين، بل وعند الإمام البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يصل إلى كمال الإيمان حتى تكون فيه هذه الصفة، أن يحب لأخيه مثل الذي يحبه لنفسه تماماً. وعليه يؤخذ من الحديث أن يكره له من الشر ما يكره لنفسه تماماً، كذلك أن يحب لشعوب المسلمين الخير والطمأنينة والاستقرار والسعادة والرخاء ورغد العيش. أخرج الطبراني في المعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأمر بالآية من كتاب الله تعالى، فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم منها، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمي فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح، وما لي به سائمة. هكذا هي أخلاق المسلمين، شعور واحد وألم واحد وفرح واحد وسرور واحد. ومن حقوق المسلم على أخيه إحسان الظن به، لأن سوء الظن يجلب العداوة والبغضاء. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. من تمام الأخوة في الإسلام هذا. من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه إذا رأى فيه اعوجاجا، فليس من الأخوة في الإسلام أن ترى أخاك غارقاً في الشهوات المحرمة، يمشي في الطريق الخطأ
وأنت ساكت لا تتكلم، أخرس لا تنطق، من حقي عليك أن تنصحه وأن ترشده وأن توجهه، وإذا استنصحك فانصح له. جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن حق المسلم على أخيه المسلم ألا يسخر منه، وألا يحتقره، وألا يتنقصه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن حق المسلم على أخيه المسلم ألا يصدر منه تجاه أخيه المسلم إلا ما يحب أن يصدر للناس من الناس إليه، مثلما تحب أن تعامل الناس أن يعاملك الناس فعاملهم، مثلما تحب أن يعاملك أخوك عامله. وقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المسلم هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن حق المسلم على أخيه تفريج كربته والسعي في قضاء حاجته ولملمة وسد عورته وستر عورته، كما جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لا أحب إلى الله تعالى من السعي في قضاء حوائج المسلمين لمن استطاع. أخرج الطبراني في المعجم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يكون قطعة منه،
أن يكون قطعة من جسده، يألم لألمه، ويحزن لحزنه، ويبكي لبكائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي لفظ عند الإمام مسلم: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا يا عباد الله ما ينبغي على المسلم، للمسلم في كل مكان من هذه الأرض. إذا تألم مسلم في أبعد مكان من الأرض، من حقه أن تتألم عليه، وأن تحزن لحزنه، وأن تبكي لبكائه. كذلك أيضا إذا تألم شعب من شعوب المسلمين، فمن حقهم علينا أن نتألم لآلامهم، وأن نحزن لحزنهم. ما يجري في غزة اليوم يبرهن على أخوة المسلمين. يا آل غزة، إن ما أصابكم أصابنا، إن قضيتكم قضيتنا، إن آلامكم تؤلمنا، إن دماءكم التي تسفك ظلما وعدوانا تؤرقنا، بيوتكم التي تهدم فوق رؤوسكم تبكينا، أطفالكم الذين يذبحون بلا ذنب أقض مضجعنا، النار التي تصب فوق رؤوسكم ليلا ونهارا تحرقنا، تفرج العالم عليكم وأنتم تبادون أرهقنا، تقاعسنا عن نصرتكم وغوثكم أحرجنا وطأطأ رؤوسنا، شعوركم بالخوف الذي يساوركم يساورنا، وبالمقابل صمودكم أمام وحشية اليهود أفرحنا، ثباتكم صبركم رفع رؤوسنا. من الذي لا يحزن لما يجري في غزة اليوم؟ لا يوجد مسلم إلا وهو يتألم لآلامهم، ويحزن لحزنهم، ويبكي لبكائهم. هذا أقل واجب أن نقدمه لهؤلاء، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا أخي المسلم، في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. اللهم فرج عن آل غزة يا رب العالمين، فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، انصرهم وثبتهم، اجعلهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء نجا، ومن كل عسر يسرا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا سميع الدعاء. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن حق المسلم على أخيه نصرته ورفع الظلم عنه،
أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ونصر المظلوم. الأخ المسلم يا عباد الله إما أن يكون مظلوماً فيجب نصره ورفع يد الظالم عنه، وإما أن يكون ظالماً فينبغي أن يؤخذ على يديه. ولهذا قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: أن تأخذ على يديه. متفق عليه في الصحيحين، وفي لفظ: أن تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصر له. عباد الله، نصرة المظلوم واجب في عنق كل إنسان يراه ثم لا يتحرك وهو يقدر على نصرته، فإن لم يفعل أثم على ذلك، بل سيجرعه الله من الكأس التي جرعها غيره، وسيظلم يوما ما فلا يجد من ينصره. روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذن مسلما في موطن تنتاك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في يوم يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في يوم في موطن تنتاك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في يوم يحب فيه نصرته. عباد الله، العرب في الجاهلية وهم يعبدون الأصنام كانوا لا يتركون مظلوما إلا نصروه، لأن هذا عيب في الرجولة وعيب عند العربي أن يمر بمظلوم فلا ينصره، وهم عباد أصنام. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين في دار عبد الله بن جدعان مع عمومتي وأنا يومئذ غلام، ما أحب أن نلي به حمر النعم وأني أنكثه. ما هو حلف المطيبين هذا؟ جاء رجل من زبيد ببضاعة إلى مكة يبيعها، اشتراها منه العاص بن وائل زعيم من زعماء قريش، فما طله في قيمتها. قام الرجل يبحث عمن يرد له ماله حقه أو بضاعته، فلم يجرؤ أحد أن يواجه العاص بن وائل، فوقف على جبل أبي قبيس وصاح بأعلى صوته: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، استغيث بالناس، إنسان غريب مظلوم. فقام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ جمع قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان وتعاهدوا ألا يجدوا مظلوماً إلا نصروه وأخذوا الحق له، فذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا الحق منه وأعطوا لهذا الرجل. إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يكون ببطن مكة ظالم، وهذا الذي حصل، ردوا له حقه، لأن هذا عيب عند العربي الشام
صاحب النخوة ألا ينصر المظلوم وهو يقدر على نصره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: شهدت هذا الحلف ما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. شيء عظيم أبقاه الإسلام وعث عليه أن ينصر المظلوم. لما دخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أغارت عليها قبيلة بني بكر، فقتلوا منهم من قتلوا، فجاء رجل يستغيث ويستنصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاح قائلا: يا ربي إني ناشد محمدا حلفا بينا وأبيه لا تلدى، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله ياتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. قالها مرتين أو ثلاثا وحرك الجيش، ثم كان هذا سببا لفتح مكة بعد ذلك. عباد الله، تحرش رومي بامرأة في أيام الخليفة المعتصم فصاحت بأعلى صوتها: ومعتصما، بلغه الخبر، جهز الجيش وركب على مقدمة الجيش حتى فتح عمورية في تركيا الآن، فأخذ وفتح البلاد وانتصف للمرأة وأخذ حقها. اليوم غزة تصرخ تستغيث، أطفالها، نساؤها، شيوخها، مآذنها، مساجدها، بيوتها، تنادي العرب، تنادي المسلمين، تنادي العالم، تنادي أصحاب الضمائر الحية، ولكن لا مجيب ولا مغيث. إذا استمر الأمر هكذا كل الأمة ستأثم. نعم ستأثم، لأنها لم تنصر المظلوم وتأخذ على يد الظالم. يا أسفا على الحال الذي وصلنا إليه. أين النخوة؟ أين العروبة؟ أين الأخوة؟ هكذا ذابت؟ أين الضمائر الحية؟ هل بقي أناس عندهم ضمائر حية في العالم؟ ولكن أملنا في الله، أملنا في الله عظيم، بأنه لن يخذل عباده المؤمنين، وأنه سينصرهم، وأن هذا درس سيتعلمه الجميع مما يجري ويحصل. ومن جميل ما روي عن الإمام الشافعي أنه قال رحمه الله تعالى، قال: إذا تخلى الناس عنك في حال كربك وشدتك فاعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك. فنسأل الله تعالى أن يتولى أمرنا وأمر المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن آل غزة يا رب العالمين، اللهم فرج همهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم نفس ضائقتهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم، اللهم ثبتهم وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم ومن وقف معهم وناصرهم على عبادك المسلمين. اللهم فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم واعمي أبصارهم وشل أيمانهم وجمد الدماء في عروقهم واقصم ظهورهم وشرد بهم من خلفهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبيك نبي الرحمة والملحمة، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.